السلام عليكم سبت الحبايبي، راح اتكلم بسرعه وبخفه مشان ما اطول في الكلام، فقط توضيح اللي بينزلوا الاشاعات مو للسبت الحبايبي، اما هذوك اللي بيقولوا انا كنت بدعمك ولما شفت الفيديو طحتي من عيني. راح اقول لكم شنو صاير بالتفصيل. اولا هذاك الشاد او الجاي، هذاك الشخص بيشتغل في شركتي، هذه اول شيء. ثاني شيء، اول مرة اشوفه في حياتي كان يوم التصوير، في هذاك اليوم كان تصوير تيك توك، يعني شركة كان تصوير الفيديو تبع الشركة مو تبعي. فانا في هذاك اليوم لم قبل ما اخلص تصوير ما كنت بعرف انه شاد، فتصورنا مع بعض، رحنا ناكل هيك، فبعدين قال لي انا يعني شاد، فقلت له انت شاد اوكي. انا بالنسبة لي مسلمة، واحد شاد واحد مسيحي واحد يهودي، حياته هذيك، لأنه الإسلام علمني إني ما أنصح طريقة مو حلوة، أنصح بطريقة جيدة. هذا أول شيء. وثاني شيء، الإسلام علمني أن لكل واحد دينه، ما رح أفرض ديني على واحد جاي من صغره وأول مرة إني أشوفه وبيشتغل مع شركتي. أنا أقوم اتكلم مع الشركه وانود افجرها واقول لهم لا لانه هو جاي. اوكي، هذا ثاني شيء. ثالث شيء، الفيديو اللي نزلته اللي كان عم يناظر فيني، اوكي اسفه على هذا الشيء، اسفه للسوبتر للفانس تبعي لانه اللي بيشجعوني وهيك، انا اسفه لكم كثير وكثير وكثير. وثاني شيء، انا كتبت في الكومنت تحت، انه بيحب الجنس الآخر، واللي يعني أنه مثلي بيحب الرجال الجنس الآخر، أنا ما قلت أنه بيحب الجنس. هذوك اللي بيطلعوا الإشاعات تظنوا أنكم يعني سويتوا شيء يعني واو، فقط جبتوا لي فولورز، فقط جبتوا لي متابعين أكثر وخلص، يعني زدتوا شهرتي على شهرة. حتى لو كانت إشاعات يعني مو حلوة، أنا عارفة نفسي وعارفة شنو حكيت وعارفة كل شيء. فللتوضيح فقط، اول مرة التقي بهذاك الشاب كان يوم التصوير، ولما خلص التصوير عرفت انه شاد. انا ليش حكيت في هذاك الفيديو هذا السيد هذا عبد الله هو شاد، ليش حكيت هيك؟ لانه المسجات اللي اجوه من عند العربيات اللي بيقولوا الحين مسوين نفسهم فقهاء، راحوا لعنده ولساتهم للحين حتى لما عرفوا انه شاد. راح اذا بدي اياكم احط اسماءكم هون في الفيديو ما عندي مشكله، بروح احط اسماءكم مشان تخجلوا شويه على نفسكم. لساتهم بيروحوا عنده، في اول كانوا بيروحوا عنده حبيبي وانت جميل وانت عشق تزوجني، والله انا من انا بعطيك الفلوس فقط تعال تزوجني، انا بعشقك انا بموت فيك. او ماي جاد، هاي الصوره كثير مثيره، هاي الصوره كثير جميله. متناقضين فقط مع حالكم، والله العظيم فقط مع حالكم، فقط مع حالكم. المهم ما علينا. فأنا لما شفت هذوك المسجات نزلت الفيديو وقلت لكم يا حبايبي، هذا الشخص اللي خجيتوا عليه بيحب الجنس الآخر، يعني افهموا من نفسكم، ألوان مثلي يعني. فهمتوا علي ولا ما فهمتوا ليش كتبت أنا هذا في الكومنت؟ فاللي بيكرهوني قالوا تعالي خلاص وجدنا ميسو بلا بلا بلا، خلينا ناخذ هذا الفيديو نسوي فيها بوم وبوم 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 وبوم. اوكي، فقط انتوا بتكرهوني، انتوا سويتوا الاشياء، ايش استفدتوا شيء؟ عادي، انا لساتني بعيش بحياتي وبشتغل وعادي. فقط انا سويت هذا الفيديو في 5 دقائق فقط مشان اشرح الوضع شو كان بيصير، ورح اتأسف مرة ثانية. انا اسفة كتير كتير للسبتل، لمتابعيني اللي بيتابعوني، وانا كنت مسحت الفيديو بس لسه في ناس بدهم ينشروه وبيقولوا انه كنت انا فاتح القميص، القميص كان مفتوح وانا حطيت ربطة العنق مشان اغطي هذيك المنطقة. اوكي، اتمنى انه التوضيح صار. انا ما تغيرت، الناس اللي بدهم يشوفوني اني تغيرت هم اللي بدهم يشوفوني تغيرت. واخر شيء، انه من كفر مسلما فهو كفر. اللي بيقولوا انت خلصتي دينك وشلتي دينك وانت كافره كيف، روحوا اشهدوا من جديد، اشهدوا ان لا اله الا الله واشهدوا محمد رسول الله مشان ترجعوا مسلمين. ومع السلامه، باي.